المشاكل يتم إصلاحها وتصير الأمور عادية جدا. كاين مسؤولي الأمن اللي هنايا معاملاتهم غير لائقة للطالبة. دخلوا طلبة ما همش مريجدين ثم أغراض الطالبات تسرق. التحدي الأكبر اللي ممكن فتوا ولا هو تحدي الأمن. عندنا تعليمات صارمة فيما يخص الأمن. في الأسبوع وفي الآخر تلقاه بدلوه بالطعم ولا ماء ساخن والتدفئة عيب وعار أننا نطالب بهم في سنة 2021. التحدي الأول أنه نقضيه على مشكل الماء الساخن. مشكل آخر غريب جدا في الإقامة تاعنا واللي هو انعدام الإنارة. التسيير ما كاش أبدا في إقامتنا. كل مسؤول يتحمل المسؤولية تاعه، كل مسؤول يخدم خدمته اللي لازم يخدمها. أنا ني جاية الإقامة، ني جاية نقرة، مانيش جاية باش الريسك بحياتي باش نموت.